توقعات برج الأسد ليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 13 آب 13/8/2023. ممكن تلاقي يومك النهاردة في حالة ذهنية سعيدة جدا بالنسبة ليك، هتخلي كل المناسبات السعيدة تحس بيها ببهجة أكبر، هتحقق كل طموحاتك في اليوم ده بشكل مناسب عشان تاخد قرارات مهمة. بالنسبة ليك مهنيا هتنجح في انك تتغلب على نقاط ضعفك وهتبقى اقوى في كل شغلك، هيبقى اخلاصك في الشغل موضع تقدير من قبل كل رؤسائك في الشغل. بالنسبة ليك عاطفيا ممكن تتبع نهج اكتر رومانسي مع شريكك، هيساعدك في انك تبني علاقة حلوة مع اللي انت بتحبهم. بالنسبة ليك ماليا هتتدفق اموال كتير عندك وهتبقى مريحة جدا ليك، هتتمكن من انك تبني قاعدة افضل عشان توفر كتير من الاموال. بالنسبة ليك صحيا بيشار لصحة كويسة في اليوم ده، هتبقى انت اكتر حماسة وعقلية في الفترة الجاية. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتصطف الشمس والزهرة للورا في علامة برج الاسد، هيبقى بيشير لمنتصف دورة في كوكب الزهرة الى الوراء وتبتدي دورة جديدة ما بين الشمس والزهرة. هتتخطى مسألة العلاقة باهتمام كبير وهتبتدي تحس بقدرة كبيرة وتؤكد على قضايا واشخاص كتيرة من ماضينا. هنبقى متحمسين عشان نلاقي بعض مظاهر التوازن في علاقتنا وبيئتنا، هنكون حابين نأثر تأثير سحري ونخفف من الاختلافات ونرضي الاشخاص اللي حوالينا بسبب اجتماع الشمس والزهرة مع بعض. مع كل ده هنبتدي دورة جديدة، ممكن نبقى في حالتنا بجهل رمزي هيبقى بيتعلق بمشاعرنا وعلاقتنا. الوقت مناسب عشان نعيد تعريف كل اللي احنا عارفينه ونحتاج لعلاقتنا فيه، هيبقى في اتصالات في شؤوننا وفي اهدافنا المادية. هيقضي القمر يومه في برج السرطان، هنبقى بندور دايما عن الامان والالفة والدفء والعيش الهني. القمر حذر جدا لكنه دافئ وبيوقظنا على تفاصيل كتير احنا مش واخدين بالنا منها بشكل عميق. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.